التتويج امس والكاس والاجواء الحلوه، طبعا مع احترام وتقدير لكل الموجودين، كلهم يستحقون بالتاكيد، لكن افتقدت خلينا نقول لك واحد من النجوم الكبار الحقيقه في ملاعبنا السعوديه، الكابتن القدير والعزيز ياسر القحطاني، ولا لا ابو يزيد؟ صحيح، ما في شك. اكيد كابتن ياسر القحطاني النجم السعودي البارز والمحترف في صفوف العين الاماراتي. مساء الخير كابتن. مساكم الله بالخير جميع. الله يحييك كابتن. احنا عندنا الحين صباح الخير، انتم باقي مسافرين بس احنا الحين صباح الخير. الله يحييك كابتن، انا سعيد اولا بمشاركتك معنا في برنامجنا الهدف عبر قناه لاين سبورت. اجلس الان في الاستوديو على يساري الكابتن عبد الكريم الجاسر، وعلى يميني الكاس الجميل الرائع كاس ولي العهد اللي حققه فريق الهلال. اولا كابتن خليني اقول لك مبروك عودتك الرائعه والمميزه في صفوف فريق العين الاماراتي، والعوده للمستوى المعروف عن ياسر القحطاني. ثانيا اقول لك الف مبروك ايضا لتحقيق الهلال هذا الانجاز، خلينا نقول لك الرائع والمستحق والغير مستغرب عن الهلاليين. كيف ممكن تعلق على الجزئيتين كابتن؟ والله في البدايه احب امسي على الاستاذ عبد الكريم الجاسر والمستمعين الكرام، وابو يزيد يعرف غلاه ومعزته، ونفتخر كثير يعني بوجود الله يحييك ابو عزوز، مشتاقين والله الشوق لك كله والله يا ابو يزيد. الله يسلمك. ثاني شيء احب امسي على الكاس اللي جنبكم ذا، ودي تبوسونا لي الله يخليكم. الله يحييك يا كابتن. انا والله للامانه مباراه امس اول شيء مبروك لكل الهلاليين يعني على راسهم صاحب سمو الملك الامير عبد الحفيظ بن سعد وسمو نائب الامير نواف وكافه اعضاء شرف الهلال والجماهير الهلاليه اولا واخيرا، ومبروك الف مليون مبروك لنجومنا اللي شرفونا مثل عادتهم واثبتوا ان الهلال مهما تغيرت الاسماء يبقى يعني حاضر وموجود، وهذه ميزه العظماء دائما. نعم. مباراه للامانه فريق الاتفاق يعني صراحة أسعدنا بالمستوى اللي قدمه، وكان ند لنا صراحة في المباراة، وكان وقدم يمكن أتوقع أنه من أجمل المستويات له في الموسم هذا ويمكن من فترة المواسم السابقة. كان نهائي جميل، حضور سيدي ولي العهد أضفى على المباراة النهائية يعني وزادها يعني جمال وإشراق. كانت المباراة للأمانة ما ينقصها إلا أنه الزعيم يكون البطل، والحمد لله رب العالمين ما خاب رجعنا. طبعا كابتن أنت رجل يعني تعودت أيضا على صعود المنصات مع فريقك الهلال وأيضا مع المنتخب السعودي، بطولة مثل هذه بطولة غالية، وأنت قاعد ببيتك كابتن وتشوف التتويج واللاعبين كل واحد يجر الكاس من الثاني، وش الشعور اللي جاك؟ والله شعور أول شيء حسيت انه اني متواجد يعني انا من بدايه المباراه، وانا من الناس يعني يمكن القريبين يعني من ياسر سواء كانوا زملائي في الفريق او حتى من الموجودين في النادي ومن تلميذ النادي يعرفوني انا وضعي صعب دائما اذا كنت خارج الملعب، وضعي صعب دائما في متابعه المباراه، انا للامانه ما اعرف اتابع المباراه، تعصب كثير يعني بشكل ما تتصور، ما قدرت صراحه اني يعني اتخلى عن هذه العاده السيئه، ولكن هذا طبعي، ولكن فرحتي كانت ما توصف، لانه في النهايه زي ما قلت لك انجاز مو مجرد تحقيق الانجاز، اولا صحيح. الانجاز هذا فيه اكثر من انجاز، الانجاز الاول انه اول كاس تحت المسمى سمو سيدي ولي العهد. نعم. والامر الاخر ان الهلال يعني اضاف الى ارقامه القياسيه رقم قياسي اخر لتحقيق 5 مرات متتاليه، اثبت انه الهلال مهما تكلموا عليه صحيح. الغير انجازاته تثبت انه هو الافضل دائما. نعم. كابتن قبل ما اودعك الحقيقه الاستاذ حسن الناقور ايضا عضو مجلس اداره نادي الهلال واحد الرجال الحقيقه يعني الداعمين الان بشكل جيد في الهلال، ايش ممكن نصف هذا الرجل ايضا بوجوده في الهلال؟ والله الاخ حسن الناقور مثال للمشجع الهلالي المخلص، يعني بغض النظر عن انه منتمي للاداره الهلاليه فهو مشجع محب للنادي، واللي قاعد يقدمه ابو علي صراحه إن انا اعتقد انه هو في وجهه نظر انه انه انه, إنه قليل لنادي الهلال وامر يعني مفروض، ولكن نتمنى ان شاء الله انه المنتمين للهلال او المخلصين
انهم يعني يتخذون ابو علي قدوه حسنه للي قاعد يقدمه اخوي حسن. نعم. يعني امر صراحه مشرف. طيب كابتن، استحقاق مهم جدا جدا، 29 فبراير الكل حقيقه قاعد ينتظر منكم اشياء كثيره في المنتخب السعودي مع استراليا. زي ما قلت انت، مهم جدا جدا، هي مباراه مصيريه، احنا كنا يعني نتمنى انه يكون كان بالامكان افضل مما كان، ولكن احنا خلاص فيها مباراه مصيريه، كنا نتمنى ان يكون وضعنا افضل، ولكن قدر الله ما شاء فعل. انا اعتقد انه الخطوات اللي اتخذها الاتحاد السعودي في التجهيز لمباراه من خلال المعسكر نعم ايجابيه، ونتمنى ان شاء الله انه تاتي ثمارها ان شاء الله، ونقدر نحقق الانتصار ان شاء الله. لكن اتمنى اكثر انه الجميع يعني يتكاتف في هذه اللحظه، ونتناسى كل ما قد يعني يؤثر على المنتخب، سواء كان نفسيا او حتى فنيا، يعني ينعكس التاثير الخارجي، لانه الفريق في النهايه والمنتخب واللعيبه هم بشر، فيتاثرون بالمحيط الخارجي. نتمنى ان شاء الله انه الجميع يتكاتف ويوحدون الصفوف علشان نظهر ان شاء الله بالمظهر المشرف اللي هو عاده المنتخب السعودي، نقدر نحقق الفوز ان شاء الله. هالمره عاد جد اخر سؤال كابتن اذا سمحت لي، اول ما اعلنت قائمه المنتخب السعودي اعلنت او كتبت انت في تويتر ان القائمه تنقص الكابتن محمد نور، كابتن قلتها عن عاطفه ولا لك مغزى اخر؟ والله شوف، احنا انا ذكرت حتى في تويتر، يعني التي تذكر ان احنا للاسف نعاني في الوسط، البعض عنده مشكله في الفهم، يعني لازم انك تقعد تشرح، فانا يمكن افتح حسابين، حساب وجهه نظري وحساب اخر لمعالجه او شرح مفصل اللي عنده مشكله في قله الفهم. نعم. هذه وجهه نظر، انا الوحيد اللي املك الحق فيها. انا اشوف ان الكابتن محمد نور تواجده حتى لو ما كان داخل الملعب تواجده مهم، يعني لدعم للفريق. البعض، وانا ذكرت ايضا في تويتر ان البعض عدى تدخل في قرارات مدرب، انا ذكرت ايضا في كلامي انه هذا ان المدرب من حقه الاختيار. صحيح. والبعض الاخر وضع انه ياسر يعني ذكر انه يتمنى وجود محمد نور علشان لا يتحمل مسؤوليه الخساره فقط، وكانه تناسى انه اني الحمد لله انا رصيدي اكثر من 110 مباراه دوليه، فما اتوقع انه توصل للدرجه هذه. ممتاز، عرفنا مفتاحك الان، عبد الرحمن الحميدي هو مفتاحك، اذا بغيناك ندق على عبد الرحمن الحميدي. ها والله عبد الرحمن الحميدي اخ عزيز، وانت اخوي طارق الله يخليك، والكل له معزه وتقدير، وانت عارفين، انت طارق عارف انك من الناس اللي انا احبهم اغليهم. الله يخليك يا كابتن ياسر، ان شاء الله عبد الرحمن الحميدي سيكون ايضا في استراليا ان شاء الله معاكم هناك، وباذن الله تعالى ينقل لنا ابرز احداث المنتخب السعودي، ان شاء الله ترجعون بالتاهل باذن الله تعالى. شكرا لك كابتن ياسر القحطاني، اللاعب القدير، لاعب فريق العين الاماراتي، شكرا كابتن.